تنامي نشاط المعارضة السياسية الإيرانية في أوروبا. يحاول النظام الحاكم في طهران مواجهته باتهام هولندا والدنمارك وبريطانيا بتوفير ملاذات آمنة لما تسميه طهران قادة مجموعات إرهابية. الاتهام صدر من وزارة خارجيتها التي اعترضت بشدة على عدم إدراج هذه المنظمات على قوائم الإرهاب الأوروبية. ورغم تبني داعش الهجوم الذي استهدف عرضا عسكريا في الأحواز، إلا أن ساسة الإيرانيين بداية من المرشد الأعلى علي خامنئي وصولا للمتحدث باسم خارجيته برهم قاسمي حملوا المعارضة السياسية الإيرانية في الخارج والدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة أو ما يعرف في أدبيات نظام طهران بالشيطان الأكبر مسؤولية الهجوم. اتهام إيران لدول غربية بدعم الإرهاب يعيد للذاكرة علاقة طهران بالعديد من الحركات المصنفة إرهابيا على المستوى الدولي، بداية من ميليشيا حزب الله في لبنان وصولا إلى تنظيم القاعدة. فإيران وبحسب التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية عن الإرهاب لا تزال تسمح لتنظيم القاعدة بتسيير مخططاته من داخل حدودها، ناهيك عن العلاقة الوطيدة التي كشف عنها سابقا، إذ آوت إيران أفرادا من تنظيم القاعدة بمن فيهم أفراد من أسرة بن لادن الذين لم يجدوا مشكلة في اللجوء إلى إيران بعد هجمات 11 أيلول وسقوط طالبان. أما في الوقت الحالي فإيران تحولت لأكبر ممول للحركات الإرهابية في العالم، بداية بدعم نظام الأسد بعشرات الميليشيات، سبقها تكوينها لميليشيات في العراق أسهمت في زعزعة استقرار هذا البلد في محاولة للسيطرة عليه، وليس آخرها دعم ميليشيا الحوثي في اليمن. حول هذا الموضوع ينضم إلي دكتور سنا برق زاهدي رئيس لجنة القضاء في المقاومة الإيرانية من باريس. أهلا بك دكتور. إذن بداية، هل سياسة الاعتقال واتهام الدول الغربية بإيواء من أسمتهم الحكومة الإيرانية بالإرهابيين، هل هذه السياسة كانت متوقعة من نظام الملالي بعد حادثة الاستهداف العسكري؟ نعم، بعد التحية لكم ولجميع مشاهدي قناة الأورينت. أعتقد أن هذا من ديدن هذا النظام الذي يصف المعارضين الحقيقيين للنظام بالإرهابي، لكن من الواضح بمكان أن مركز الإرهاب العالمي كما يقول العالم هو النظام ولاية الفقيه الحاكم في إيران، كما يقال أن المصرف المركزي للإرهاب هو هذا النظام. وأنتم تعرفون أن هذا النظام يعمل من خلال سفاراته للقيام بعمليات إرهابية. نحن مؤخرا نشرنا دراسة مكملة عن دور سفارات النظام الإيراني في مختلف الدول، من فرنسا إلى ألمانيا إلى إنجلترا إلى بريطانيا إلى بلجيكا إلى النمسا إلى كل هذه الدول وإلى ألبانيا، وشرحنا بالتفصيل دور هذه السفارات في تنفيذ العمليات الإرهابية. لذا من الواضح أن هذا النظام أول صفة، إذا أردنا أن نصف هذا النظام بأول صفة فهذا هو نظام إرهابي بامتياز. أنتم تعرفون الآن اللي نحن نتكلم الآن هناك دبلوماسي إرهابي تابع لهذا النظام رسميا الذي كان المسؤول عن المخابرات الإيرانية في السفارة الإيرانية في النمسا، أسدالله أسدي، هو الآن مسجون في ألمانيا لأن هذا الرجل خطط ودبر لعملية إرهابية كبيرة في المؤتمر العام للمقاومة الإيرانية في 30 جوان هنا في باريس. كما أن هناك أيضا الإرهابيين التابعين لهذا النظام مسجونين في بلجيكا، كما أن في الولايات المتحدة الأمريكية أيضا أخيرا FBI قام باعتقال 2 من عملاء هذا النظام هناك لأنهم كانوا يخططون ويمهدون للعمليات الإرهابية. ألا ذلك هذا النظام هو النظام الإرهابي بامتياز. وإذا أردنا أن نسرد تفاصيل يعني تنفيذ العمليات الإرهابية بيد هذا النظام، أعتقد بصير موسوعة. ألا ذلك أنا أعتقد أن المشكلة ليست في هذا النظام، النظام الإيراني واضح تصرفاته وممارساته. المشكلة هي في الدول الأوروبية. مع الأسف الشديد الدول الأوروبية بسياستها المهادنة واسترضاء هذا النظام تمهد الطريق لقيام هذا النظام بهذه الأعمال المشينة. نعم، ولكن دكتور الآن مع تحديدا استدعاء سفراء بعض الدول الغربية من قبل هذا النظام، أليس من شأنه أيضا أن يوتر العلاقات؟ وما مدى قدرة إيران على استيعاب المزيد من الغضب الدولي؟
أنا هنا أعتقد أن هذا النظام الآن في ورطة كبيرة. النظام الآن محاصر، محاصر سياسيا، داخليا، إقليميا ودوليا. أنتم تعرفون مثلا قبل أيام دولة الكويت أعلنت بأنها لن ترسل سفيرها إلى طهران، كما أن المملكة المغربية أيضا أعلنت بأنها ستمشي في خط إلغتها مع هذا النظام. هناك أيضا مختلف الدول، يعني يرى أن كما أن في المفاوضات الجارية بشأن سوريا لم يسمحوا لنظام ولاية الفقيه حتى بالمشاركة. أنا أعتقد أن من الواضح بمكان أن هذا النظام داخليا، طبعا إذا أردنا أن نتكلم ما يدور في الداخل الإيراني، فمن جهة هذا النظام محاصر من قبل الشعب، لأن الشعب الإيراني الآن في الشارع. اليوم اللي نتكلم فيه تقريبا جميع سواق الشاهنات الإيرانية في حالة إضراب عام في مختلف أنحاء البلد. فهذا النظام يعاني من مشاكل كبيرة. الشعب الإيراني قال كلمته في الانتفاضات المستمرة منذ نهاية العام الماضي. يعني دكتور، هل نتوقع سقوط هذا النظام قريبا مع كما تحدث مع هذا الغضب الشعبي المستمر وأيضا الكره الدولي لإيران؟ نعم، أنا أعتقد أنه لا حل لهذا النظام. هذا واضح، واضح أن هذا النظام محاصر وليس لدى هذا النظام أي حل لأي مشكلة من مشاكل الشعب الإيراني. كما تعرفون أن الأمرة الإيرانية فقط ثلث قيمتها منذ أقل من عام، فألا ذلك هذا النظام ليس لديها أي حل. فما هو الحل الذي يبحثه هذا النظام؟ الحل هو في تصعيد القمع على أبناء شعبنا في الداخل الإيراني وتسهيل الإرهاب في الخارج. هنا نحن نريد أن نوجه الرسالة إلى دول العالم، خاصة دول الأوروبية. بالأمس كان هناك تجمع كبير في نيويورك، تجمع للمقاومة الإيرانية، شارك فيه شخصيات كبار الشخصيات الأمريكية وأوروبية أيضا، من بينهم برنارد كوشنير الوزير الخارجية السابق في فرنسا، وأيضا رودي جيلياني وغيره، جيمس جونز وغيرهم. في هذا الاجتماع وجهت السيدة مريم رجبي رئيسة جمهورية المقاومة الإيرانية رسالة إلى هذا الاجتماع، وفي هذه الرسالة دعت الولايات المتحدة لطرد عملاء النظام الآن من واشنطن، وحثت الحكومات الغربية بإغلاق سفارات هذا النظام في هذه الدول. أنا أعتقد أن هذه هي الرسالة التي يجب أن نوجهها إلى الدول الغربية، لأنه كلما بقيت هذه السفارات مفتوحة كلما بقيت بؤرة الإرهاب ضد مصالح هذه الدول، وطبعا ضد مصالح الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية أيضا مستمرة. على أمل أن تصل هذه الرسالة. أشكرك على هذه المداخلة دكتور سنا برق زاهدي، رئيس لجنة القضاء في المقاومة الإيرانية من باريس.